استعدادات عيد الفطر المبارك وتوفير احتياجات المواطنين تصدرت اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. دكتور مدبولي شهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة تقدم بموجبه وزارة الأوقاف 200 مليون جنيه للقرى الفقيرة والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي والذي وافقت خلاله على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهو المشروع الذي يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسؤولا عن إدارة البحيرات في مصر ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها والتأكد من هذه الثروة القومية المهمة سواء على مستوى الإنتاج السمكي أو على المستوى السياحي. كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ضمن خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتوحيد الجهات المختصة بذلك لتحقيق الكفاءة وتوفير الأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة. من جهة أخرى شهد الدكتور مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتحسين أحوال الأسر والفئات الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تمويل تتيحه الأوقاف يبلغ 200 مليون جنيه في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. وزير الأوقاف أعلن كذلك عن تخصيص 100 مليون جنيه يتم صرفها خلال الأيام المقبلة لصندوق دعم التعليم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتربية والتعليم، وذلك بالإضافة إلى مشروع صكوك الأضاحي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. تحسين حياة المواطن أولوية لدى الحكومة انعكست في قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي. من مجلس الوزراء، إيمان التوني، التلفزيون المصري.